Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.